طلاب الصوت واضح. نبدي اليوم نتكلم عن الجهاز العصبي أو النسيج العصبي. إحنا سبق أن ذكرنا النسيج يتكون من عدة خلايا، هذه الخلايا تكون هي اللبنة الأساسية أو وحدة الأساسية، وحدة البناء الأساسية، مثلناها بالغرفة اللي تتكون من لبنات بناء، فكذلك الخلايا هي اللي تكون النسيج ووحدة البناء بالنسبة للنسيج. فبالنسبة للنيرفس تيشو، النسيج العصبي، يتكون لي النسيج العصبي من الخلايا العصبية، يتكون لي من الخلايا العصبية. فهذه النيرفس سيلز هي الخلايا العصبية، تكون طبعا لها مواصفات ومميزات وشكل وتركيب خاص بها يميزها عن بقية خلايا الجسم. Specialized cell to receive, integrate and transmit electrochemical. تقوم تكون وظيفتها الأساسية بنقل النبضات العصبية الكهربائية والكهروكيميائية واستلامها، إرسال واستلام وإيصال، إرسال واستلام وإيصال. وكذلك يحتوي الجهاز العصبي أو النسيج العصبي على الجليال، وهو الخلايا الدبقية اللي تكون طبعاً يكون الوظيفة تتضمن وظيفتها تتضمن دعم تركيبي وغذائي بالنسبة للأعصاب، ويعتبر أيضاً ك عازل الكتروني او كعازل كهربائي. وكذلك لانه طبعا احنا هذه النواقل العصبيه هي الاعازات العصبيه هي عباره عن اعازات كهربائيه، فكل ما زاد العزل الكهربائي في نقل هذه الاعازات زادت كفاءه وسرعه. طبعا المهم هذه كلها من ضمن وظائف النيورون جليا، تمام. وإضافة إلى أنه يحسن من إيصال وتوصيل وقابلية القابلية التوصيلية بالنسبة للإمبلس، بالنسبة للإعازات العصبية، enhancement of impulse conduction velocity. فهذه الوظائف الثلاثة اللي يشترك بها النيوروجليا. إذا الصوت واضح اكتبوا لي إنه الصوت واضح والمحاضرة واضحة أمامكم. دكتور الصوت راحت. تمام. نعم دكتور. هسا نجي على الـ anatomically the nervous system. إحنا قلنا النسيج العصبي مجموع الأنسجة العصبية راح تكون لي بالتالي الجهاز العصبي. فما هي مكونات الجهاز العصبي؟ يتكون لي الجهاز العصبي من الـ CNS والـ PNS. الـ CNS هي معناها Central Nervous System، يعني الجهاز العصبي المركزي. الجهاز العصبي المركزي واللي هو يكون متمثل بالدماغ و لبتنا أمامكم مرسوم البرين والسباينال كورد، يعني الحبل الشوكي. فما هي مكونات أو من أين يتكون الـ CNS أو Central Nervous System أو الجهاز العصبي المركزي؟ يتكون لي من الدماغ والحبل الشوكي. أما الـ Peripheral Nervous System أو ما يختصر ويدعى اصطلاحا PNS، هذه هي الأطراف أو الأعصاب الطرفية، peripheral طرفية، الجهاز العصبي الطرفي. من وين يتكون؟ يتكون من الكرانيال نيرف، من الأعصاب الجمجمة، وكذلك يتكون لي من السباينال نيرف، وكذلك يتكون لي من الجانجليا اللي هي عبارة عن مجموعة من الأجسام الخلايا العصبية، neuron cells bodies located outside the CNS، تقع خارج هذه التجمعات اللي هي الجانجليا، تقع خارج الجهاز العصبي المركزي، تجمع من الأجسام الخلايا العصبية.
ما هي وظيفة الجهاز العصبي؟ الجهاز العصبي طبعا عدة أنواع تبعا لتنوع هذا التنوع وظيفته يمكن أن نقسمه. فعندنا الأوتوماتيك نيرفس سيستم تبعا لوظيفته، يعني نقدر نقسم، يوجد تقسيم ثاني بالاعتماد على وظيفة هذا الجزء. فمثلا عندنا الأوتوماتيك نيرفس سيستم اللي يدعى بالـ ANS اختصارا، هذا وظيفته controls involuntary visceral function، يعني يسيطر على الإعازات العصبية اللا إرادية. Involuntary، involuntary يعني لا واعي، لا إرادي، اللا واعي. يعني مثلا عملية هضم الطعام، عملية مثلا إعازات لعمل دقات القلب، أو تقلصات، إعازات لكي تعمل تقلصات السموث مصل، عضلات الملساء اللي قلنا يتكون منها الجهاز الهضمي والتنفسي، هذه كلها تعمل دون إرادتنا، يعني تعمل هذه الأجهزة وهذه العضلات ضمن إعازات عصبية الجهاز العصبي ينظمها بدون انه نكون احنا المسيطرين او نكون احنا اللي بارادتنا. فحتى يكون هذه الاعازات وهذه الاعصاب تعمل وتؤدي عمل وتعطي الاعازات لكي تؤدي عملها هذه العضلات وغيرها، حتى في حاله نوم الكائن الحي. عندنا النوع الثاني اللي هو السوماتيك نيرفس سيستم، هذه الأعصاب الجسمانية اللي تضم كل أعصاب الجسم عدا الأعصاب اللي ذكرناها قبل قليل اللي هي الأوتوماتيكلي الـ ANS Automatic Nervous System اللي هي اللا إرادية. هذه تشمل كل أنواع الأعصاب عدا النوع الأول. النيورونز، ما هو النيورونز؟ النيورونز هو العصب، الخلية العصبية، the basic structure unit of nervous system، هو يعتبر وحدة البناء، تمام، والتركيب، وحدة البنائية التركيبية للجهاز العصبي، للجهاز العصبي. عندنا الآن neurons consist of، أخذنا إحنا مو قلنا ما هي الأعصاب، ما هو العصب اللي هو وحدة البناء بالنسبة للجهاز العصبي. ندخل أكثر بتفاصيل النيورونز. شنو النيورونز؟ النيورونز يتكون لي كما موضح أمامنا بالصورة، يتكون لي من جزئين أو ثلاث أجزاء. هسه نشوفها. المهم الجزء الأول يكون هو البادي، الجسم، جسم الخلية اللي نشوفه، الحجم الأكبر اللي يكون تتفرع من عنده بقية الأطراف والمحور والبروزات، فهذه تدعى بالبادي. البادي أيضا يدعى بالسومة، اللي تكون في داخله، تقطن في داخله النواة، النوية، وكذلك بقية العضيات والسيتوبلازم، تمام، وكذلك يقوم باستقبال الإعازات العصبية وإفرازها. Trophic, central and also receptive to stimuli. هو يكون باستقبال، يحتوي على السيتوبلازم، يحتوي على النيوكليوس. النيوكليوس شنو مواصفات النواة بالنسبة للخلية العصبية أو العصب؟ هي تكون spherical، تمام، بيضاوي. Large and contain prominent nucleus. يحتوي لي على طبعا كبيره الحجم، وتحتوي لي على النيوكليولس اللي هي النويه، وتكون عاده موجوده في الوسط in the central. اما بالنسبه للسيتوبلازم اللي نتكلم حاليا، بعد نتكلم على البادي اللي هو مركز اللي تتكون منه الخليه العصبيه. جسم الخليه العصبيه ايضا يحتوي على السيتوبلازم، هذا السيتوبلازم يحتوي على الميتوكوندريا، يحتوي على اللايسوسوم وجهاز بولجي
وكذلك يحتوي على كم وفير من الأجسام الحرة abundant free، وكذلك الرف endoplasmic reticulum اللي هي RER الشبكة البلازمية الخشنة، وهذا طبعا مجتمعه as a clumps يكون لي ايش؟ يكون لي nasals body يعني أجسام nasals، تمام؟ يكون لي أجسام nasals. ف عندنا هذا محتوى البدي. الآن نجي إلى محتوى ثاني من محتويات الخلية العصبية، ألا وهو الدينترينس اللي هي الأيادي، كما موضح أمامنا البروزات اللي تخرج من الخلية من جسم الخلية، هذه تدعى بالدينترايتس، تمام؟ هذه الامتدادات أو البروزات extensions of soma تزيد من قابلية العصب أو الخلية العصبية باستلام ونقل الإعازات العصبية incoming signal، تمام؟ كذلك توجد بها أفرع، وتوجد بها كذلك في على سطحها dendritic spines وتكون هذه طبعا عبارة عن أشواك، بروز أشواك على شكل أشواك، تكون على شكل براعم، واضح أمامنا بالصورة. يعني إذا لاحظ الأذرع يوجد عليها ما يعرف بـ dendritic spines. هذه dendritic spines هي عبارة عن براعم، إذا لاحظ البراعم كيف منتشرة على طول هذه الأذرع. جولجي مثل ما قلنا عليه بالبادي موجود في الخليه العصبيه في جسم الخليه العصبيه. هنا لا توجد جهاز جولجي، لكن موجوده ايضا بعض انواع العضيات لكن بكميه قليله اللي موجوده وين؟ بالبريكاريا اللي هي حول النواه. هذه العضيات موجوده قسم منها وين؟ الأذرع، هاي الأذرع اللي قلنا عليها، تمام؟ نأتي الآن إلى مكون آخر من مكونات الخلية العصبية أو من مكونات الأعصاب اللي هي الأكسون. الأكسون المحور هو أحد هذه البروزات والأذرع، لكن يكون أطولهم وبمواصفات خاصة طبعاً، فيدعى بالأكسون محور. يحمل الإشارة العصبية away from the soma، يحملها من الجسم الخلية العصبية إلى الخارج إلى جسم خلية عصبية أخرى أو إلى synaptic nerve اللي هي منطقة المشبك، فهو يحمل الإشارة من الخلية العصبية إلى الخارج. توجد طبعا ثلاث مناطق الاكسون، احنا قلنا عليه محور طويل فيتقسم الى اجزاء. الجزء الاول مذكور امامنا بالصوره اللي هو اكسون هيلوك، هذا يكون عباره عن ارتفاع او مثل التل او ارتفاع، تبدي منطقه اتصال الاكسون بالودي بالخليه بالجسم الخليه العصبيه، فيدعى هذا المنطقه الاتصال اللي تكون مرتفعة نوعا ما تدعى بالاكسون هيلوك، تمام؟ هذا الجزء لا يحتوي لي على اجسام نزل بودي اللي اخذناها بالجسم الخلية العصبية او بالبودي، واضح؟ عندنا ايضا النوع الثاني اللي هو نوع المباشر اكسون كولاترالز، يعني الجزء المحوري المباشر، هذا يكون مرتبط مباشرة بالجزء القبلي ويكون قد تخرج منه تفرعات، لكن يرتبط طبعا بالتيرمينال اللي هو الجزء الأخير تيرمينالز. يعني الجزء الوسطي أوكي هو كولاترالز، والجزء الأخير اللي هو التيرمينالز الجزء النهائي اللي نلاحظه أمامنا بالصورة اللي قد يكون أنه متشعب متفرع،
قد يكون متفرع، فيكون عادة متفرع branching near the termination، قرب منطقة الانتهاء يكون متفرع فيدعى بال terminals. ما هو المشبك؟ synaptic nodes. ما هو معنى synaptic nodes؟ هي منطقة اتصال بين عصبين، منطقة اتصال بين عصبين. تقوم طبعا بهذه المنطقة عملية تبادل الإعازات العصبية. فكما موضح أمامنا بالصورة راح نلاحظ المقطع الأول التارجت سيلز، الخلية اللي راح يروح لها الإكسون مرتبط بها واللي راح يروح لها الإعاز العصبي، وهذه عادة الخلية اللي راح تروح لها الإعازات العصبية يجب أن تحتوي على مستقبلات عصبية ريسبتر سايتس، وكذلك حويصلات عصبية تحتوي لهذه النهايات العصبية للعصب الأول اللي هو سينابتيك فيزلز، وميكروتيوبيول اللي هي النوبيبات وأكسون تيرمينال فايبر ونيوروفيلمنت والميتوكوندريا، هذه كلها مكونات المشبك أو مشبك الخلية العصبية. تقسيم وتصنيف الإعازات الأعصاب أو الخلية العصبية بالاعتماد على الشكل تقسم إلى unipolar neurons و bipolar neurons و multipolar neurons و pseudopolar neurons. شنو معنات كل واحدة منها؟ نشوف شكل رقم 2 bipolar هذا والسيدوبولر، وعندنا اليونيبولر. اليونيبولر نيورونز هي الأعصاب اللي يحتوي لي فقط على اكسون واحد، بروز واحد. شورت نيورونز احنا مو قلنا تصنف بالاعتماد على الشكل، هنا كل عصب من هذه الأعصاب تبعا للاسم يكون شكلها، طبعا شكلها بالاعتماد اسمها بالاعتماد على شكلها، فراح يختلف في الشكل. فمثلا عندنا اليونيبولر، اليونيبولر يكون شكلها عادة انه تحتوي فقط على اكسون بروز واحد، تحتوي فقط سام فانكشن فور، فتعمل بروسيس هاف سنجل شورت نيورونز بروسيس، فقط تحتوي على بروز او ذراع او محور واحد فروم ذا سيل بودي، يخرج من جسم الخليه العصبيه. عاده هذه وين راح نلقاه موجود؟ فور ريسبشن از دنترايتس اذر بينج اكسونال، اللي حتى يستقبل فقط الإعازات العصبية. بينما عندنا البايبولار نيورونز اللي هو يحتوي على بروزين أو ذراعين، هاف تو نيورون بروسيس يحتوي على ذراعين كما موضح أمامنا في أول صورة، الصورة أعلى صورة هي عبارة عن البايبولار، نشوف شلون شكله، شكل انه يحتوي على بروز للدخول او ذراع للدخول وذراع للخروج او اكسون، محور دخول ومحور خروج. تمام، هذه طبعا يكون عاده موجود هذا النوع بالرتينة بالعين وفلكتري ميوكوزا اللي هي الطلائيه الشم، يعني بالخلايا بالأنف في مناطق المستلمات الشمية، وكذلك بالنير إير إنر إير في الأذن الداخلية. تمام، فيساعدنا طبعا على استيعاب الإعازات العصبية سواء كانت شم أو سواء كانت سمع أو سواء كانت نظر. أما نأتي إلى النوع الثالث اللي هو المالتي بولار نيورون. النيورونز هذا اللي متعدد الأطراف يحتوي لي اثنين أو أكثر من الأذرع مع محور واحد كما موضح أمامنا بالصورة، كيف أنه متفرعة من اليسار ومن اليمين أكسون محور واحد ليمتد من البدي من الجسم. عندنا نوع آخر يدعى بال النوع الرابع يدعى بالسيدو بولار نيورون. كل شيء سيدو معناه كاذب،
كل شيء سيدو مثلا سيدو مونس، فسيدو نيو بولر يعني معناها كاذب، فهو يظهر على انه على شكل يوني بولر احادي الاقطاب، لكن هو بالاصل يختلف في الشكل يعني يظهر انه باي بولر، لكن في بداية تكوينه راح يكون start out as bipolar، راح يتكون على شكل bipolar، هذا رقم واحد. والبايبولار قلنا عليه هذا شكله انه يحتوي لي على مدخل ومخرج، يعني يحتوي لي على ذراعين. من باي، باي معناها اثنين، ملتي معناها متعدد، فالباي معناها دخول وخروج، ف معناها ذراعين. ففي بادئ تكوينه يتكون راح يكون شكله مقارب لل بايبولر، لكن هو بالاصل شنو؟ هو بالاصل يونيبولر، بالاصل هو عنده بروز واحد، نلاحظ هذا البروز يخرج من جسم الخلية، لكن هذا البروز ينشق إلى نصفين وكأنما أنه يحتوي على بروزين، لكن هو بالأصل بروز واحد، ليس كما لاحظنا في البايبولر اللي يحتوي بالأساس على بروزين مرتبطات بجسم الخلية. أنت لازم نلاحظ نشوف أنه جسم الخلية ماذا يحتوي، على ضوء هذا نحدد نوع الخلية العصبية أو العصب. تمام. وطبعا هذا موجود axon to the CNS passing centrally as axon to the CNS. عندنا functional classification، تصنيف بالاعتماد على الوظيفة، تصنيف بالاعتماد على الوظيفة. فعندنا motor neurons or efferent neurons، يعني الأعصاب الحركية أو الأعصاب الصادرة. ليش صادرة؟ لماذا صادرة؟ صادرة لأنها تصدر منها الإعازات العصبية، فسميت بالصاد efferent. efferent يعني صادرة، efferent neurons. أو اسم ثاني motor neurons معناها إيش؟ معناها تكون الأعصاب المسؤولة عن نقل الإعازات الحركية إلى العضلات. فترانسميت نيرف امبولس فروم ذا سي ان اس تو ماسل اند جلاند، وظيفتها ايش هذه الأعصاب؟ ترانسميت نيرف امبولس، نقل الإعازات العصبية من وين؟ من الجهاز العصبي المركزي سنترال نيرفوس سيستم سي ان اس تو ماسكولار and gland to the muscle and gland الى العضلات لكي تتحرك، وكذلك الى الغدد لكي تنطيها اعاز بالافراز بالفرز. كل انواع الموتور نيورونز الاعصاب الحركيه هي من نوع مالتي بولر، متعدده الاطراف كما أخذناها قبل قليل، هو من نوع المالتي بولر. هذه خليها في بالكم. السنسري نيورونز، السنسري يعني حسي، سنسري يعني حسي. فالسنسري نيورونز يكون شنو؟ يكون هذه الإعازة الأعصاب الحسية تكون من نوع الإعازات الواردة afferent يعني وارد، يعني يستلم الإعازات العصبية مو يصدرها، يستلمها afferent neurons. فإذا transmit nerve impulse ينقل الإعازات العصبية from sensory receptor to CNS، من المستلمات الحس العصبية والحسية إلى وين؟ إلى الجهاز العصبي المركزي CNS، عكس ما لاحظناه بالموتور نيورونز. الموتور قلنا عليه كيف يستلم يصدر الإعازات العصبية من الجهاز العصبي باتجاه الجهاز العصبي المركزي باتجاه العضلات أو الغدد، بينما هنا بالعكس
يستلم، مو يرسل، مو يصدر، يستلم هذه الإعازات العصبية من المستلمات الحسية إلى الجهاز العصبي المركزي. طبعا هذا راح يساعدنا على النظر، على الشم، على السمع، إنه يستلم المستلمات الحسية، تستلم المتغيرات وترسلها إلى الجهاز العصبي المركزي، إلى الحبل الشوكي، ومن ثم إلى الدماغ لكي يعالج المعلومات ويتفاعل معها ويتعامل ويرسل معلومات في المقابل، إعازات عصبية لعمل ردة فعل. Most sensory neurons are يا نوع، نوع الأعصاب الحسية هي من يا نوع، من نوع اليونيبولر أحادي الأذرع، يحتوي فقط على ذراع واحد، يونيبولر كما شرحناه قبل قليل، من النوع اليونيبولر. عندنا نوع آخر من أنواع الأعصاب بالاعتماد على الوظيفة، اللي هو انتر نيورونز اور اسوشيشن نيورونز. شنو انتر نيورونز؟ يعني الاعصاب البينية، اسوشيشن ساعد على الربط، هذه الاعصاب تكون اعصاب بينية، تقع لاي انتيرلي وذ ذا سي ان اس، تقع للداخل، تقع في داخل الجهاز العصبي المركزي، تمام، و تكون طبعا تساعد على ربط الأعصاب فيما بينها، وتكون من النوع الإيش، تكون من النوع المالتيبولار ستراكتشر، متعددة الأطراف. فلأنها متعددة الأطراف راح تكون مثل الشبكة، تربط بعض هذه الخلايا العصبية ببعض الآخر، فتساعد طبعا على الفاسيليت كوميونيكيشن، ساعد لي على تسهيل عملية التوصيل لإعازات وتوصيل الخلايا العصبية فيما بينها. وكذلك between sensory and motor neurons، تربط بين السنسري، بين الأعصاب الحسية، وتعمل كربط مع الأعصاب الحركية. هذه ثلاث أنواع اللي يتكون منها وظيفياً الخلايا العصبية أو الأعصاب. قلنا الجزء الأول يتكون من النيورونز، الجزء الثاني اللي يحتوي الجهاز العصبي اللي هو الدبق أو الخلايا الدبقية، glial cells، هذه تعتبر هي خارج أعداد الخلية أعداد الخلايا العصبية أو أعداد الأعصاب. cell are that outnumber neurons and take up more than half the volume of brain، وتأخذ طبعا هي هذه الخلايا اللي هي تعتبر ليس بخلايا عصبية وخارج تعداد الخلايا العصبية، تأخذ نصف حجم الدماغ، تمام، ويكون حجمها أصغر من الأعصاب، smaller than neurons. وظيفتها الأساسية كما ذكرنا في بداية المحاضرة هي الدعم، وتساعد في التركيب الشكل، وكذلك التغذية، support and nourish، support and nourish، تمام. طبعا توجد تصنيف لهذه الخلايا، تصنيف متعدد لهذه الخلايا.